والله يا شباب يا رب تكونوا بخير، فرحانين ومبسوطين دايما يا رب. رجعنا لكم النهارده اليوم بفيديو جديد من سلسله ريد ديد ريديمشن 2، بس اونلاين زي ما عودتكم من الفيديو اللي فات ان انا المفروض اطور في الشخصيه بتاعتي. ففيديو اليوم هيكون مقتصر بس على مهمات جانبيه بحيث ان احنا نجمع اكبر عدد من الفلوس وكده عشان خاطر نعدل بقى الشخصيه، يعني نشتري اسلحه، نشتري هدوم، نجيب حصان غير الحصان التعبان اللي عندي دوت، يعني نحاول نغير كده حاجات كتير في الشخصية. فإن شاء الله خليكم معانا وتابعوا الفيديو وما تروحوش بعيد، ويلا بينا. طبعا يا شباب النهاردة أنا رحت مدينة رود واستلمت اسمه ايه دوت استلمت الميل بوكس بتاعي، ولاحظت ان هم كانوا مديني خريطة. هي طبعا الخريطة دي تبع الكنز يعني، فعايزين هي في المنطقة دي، انا اوريدي معلم عليها، فحاول ان انا اروح لها. هي بعيدة شوية عن مدينة رودز، يعني هي بعيدة شوية عن المكان اللي انا فيه. فخلينا نخلص كام مهمة الاول من هنا كده، نجمع مصاري وبعد كده ايه نروح نجيب الكنز، او ما نروحش يعني براحتكم. لو انتوا قاعدين انا هروح، انتوا براحتكم يعني. يلا بينا يا شباب، يلا بينا. هنا هو في واحد جوه هنا عايز مساعدة. اطلع بقى يا حصان، اطلع فوق عشان لو القطر جه هيظبطك. اطلع فوق، خليك هنا ما تروحش بعيد بقى. ادي اول واحد، ده اول مهمة هنروح نشوف الراجل ده عايز ايه، طالب مساعدة مننا ولا حاجة نخلصها له. ازيك يا ألدن، عامل ايه؟ ادينا يا عم شوف المهمة اللي عندنا ايه. ستولن واجن سبلاي مش عارف ايه دليفري. ماشي خلينا نروح نسرق لك واجن. ماشي. الراجل ده ما بيجيش من وراه خير، ما بيجيش من وراه خير الراجل ده. ماشي. نجيبهولك، نجيبوش ليه احنا صغيرين؟ نجيبهولك يا باشا. ويلا يا شباب على المهمة يا شباب دايركت. تعالى يا عم الحصان. الحصان طبعا بتاعي ما بياكلش بقاله كام يوم، مفيش فلوس زي ما انت شايف. الفلوس عندي ما عادش الا 18 دولار. اكل نفسي انا بقى ولا اكل الحصان، ولا حكايتكم ايه معايا؟ اللعبه دي حكايتها ايه معايا؟ مش فاهم. المفروض يعني ادونا شويه فلوس كده يعني في اول ما نبدا الاونلاين، المفروض يدونا شويه فلوس يعني، انما ما يسيبوناش لايتين كده. ده في جبابره جوه يابا، في ناس بتلعب جوه جبابره واصلين للرانك 100 يعني. احنا غلابه. يلا يلا وصلنا هنا يا شباب عند الواجن اهوت. بس قبل ما نروح للواجن، في مثل بيقول لك ايه، امشي جنب الحيط او امشي لحالك يحتار عدوك فيك. في اللعبه ديت، اللعبه دي ما ينفعش تمشي لحالك. هتمشي لحالك هتبص تلاقي واحد شيطان جاي لك من مش عارف منين، بيبو يقوم مديك هيد شوت، مت على طول. خلينا نروح نشوف قصه الواجن دي ايه. دي مدام نزار. ده مدام نزار يا عم، انت هبل. السلام عليكم يا حاجه، ما معيش فلوس اشترك معاك يا عم. ايه لسه بنقول يا هادي. روح يا عم هات الوجن اللي شكلها ماشيه دي اهي. طلع البندق يا ولد، وقف يا نجم. بقول لك يا رجاله بالذوق عشان خاطر ما ايه ما اقلش ادبي على حد. عشان ايه بالذوق؟ انا عايز البتاعه دي. يلا كده بالذوق، شخلي اللي جيبك ولا اقول لكم. انا قدامكم اهو، انتوا هبل ولا ايه؟ خد يلا خد يلا خد يلا، تعالى يا مسعد. يا عم ده مش مسعد الحصان، ده فين حصان النيل؟ ايه حرقك؟ اح ايه وانت احنا عملنا حاجه تقول لي اح؟ اجري يا عم. حاسب يلا اجري اجري اجري. يخرب بيتك حصان، والله حصان عايز تطعيم من الوحده الصحيه قسما بالله. يا زلمة يا زلمة اهدى علي، يعني حتة الكرفان مش عارفين يسرقوه. بس اديت له هيت شوت، اديت له هيت شوت. تعال تعال ولا ده انت معاك حتة مسدس يا كلب يا ابن الكلاب. ده اللي معاه المسدس الكبير ده.
يختي يختي روح في داهية يا زلمة. ولي النعم، انت حصان، انت حصان تجيب لي الشلل يا زلمة. انا مش عايز اشتم، اقعد برق بقى واعمل، ده انت حصان. اقول لك ايه بس، نط يا سيدي، ولا دي مش هتعرف تعملها انت كمان، ده حاجة نيل. هات يا عم البتاع دي، ياك يكون فيها بس فلوس حلوة يعني، بعد الليلة دي كلها كده وما يطلعش فيها فلوس تبقى مصيب. ارجع يابا ريفرس كده، ارجع اكسر اكسر اكسر، ايوه اكسر كده وخش كده، خش 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 الظهر، خش السقف. هيس يلا يابا بطلة، اطلعوا الناحية دي بقى، ما تبقوش حصانة غبية. يا حزني يعني، ارجع 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 ارجع، يلا اطلع بقى اليمادي كده، اكسر اليمادي. تعالى يا حصان النيلة، تعالى ورايا ياك، بس ما طلعناش قطاع طرق دلوقتي ياخدوا العربية مننا، انا خايف والله ياخدوا، يطلعوا ياخدوا العربية مننا. خد يمينك يابا، خد شمالك كده، خد شمالك خد شمالك، انا اعصابي، بص اعصابي بايظة، انتوا حرين بقى ياك، يطلع بس فيها فلوس حلوة العربية دي، 15 12 دولار ولا حاجة. خلينا اوه مدام نزار، هجيلك قريب ان شاء الله، في عيل بيشتري من هناك اهو. الرجالة بقى هنا في الريد اونلاين بيعملوا ايه؟ بيبقوا جروبات يا باشا، جروبات، بيخشوا على الروم تمام، ويعملوا جروبات بقى ايه، ويمشوا يدبحوا في الناس، ولا عاملين حساب في عيال لسه صغيرة بتلعب، ولا عاملين حساب ان لسه في ناس مبتدئين زي حالي بيلعبوا، ما فيش. تخش اي تشالنج من دول ما تقعدش في دقيقة، يا دوبك بس تقول يا هادي بوم، شاريين اسلحة وشاريين يا باشا اوت فيتس، وانا ما بحسدش، انا ما بحسدش، بس لما اهو اهو، شفت يا عم، شفت يا عم، يا حيزن انت بتعملي ايه؟ بص وراك يا ستي، بص وراك، ما بس لا انت ايه، انتوا ما عملكوش كبير، هلا وكل من هب ودب هيجي يسرقني، ولا عشان انا بت يعني، بت يعني. ويلكم ويلكم، اه لو ارثر مورجان في اللعبه دي اونلاين، اخ ارثر مورجان ده كان بيبص بي 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 وات جريز، انا كلمتك، يلا يلا غرفه ده، يلا غرفه ده يا ابن الكلاب، تعال تعال، ركب له حصان بقى، عامل لي فيها كاوبوي، تعالى كاوبويز، بيقول لي دونت ميس ويز ذا جريز، انت والجريز يالا، ده احنا تبع البريسويت اهو، ورايحين نعمل لهم حاجات حلوه. بريسويت، سلام عليكم، عربيه بس كده هندخلها جوه، على الطلاق انتم ما فاهمين حاجه. هي الولية دي لسه عايشة، احنا مش حرقنا البيت دوت في طرق القصة، حرقنا البيت ده، ولعنا في الولية، ولعنا في الدنيا. يلا ها يدفعوا لي كام؟ سيبك انت من كل دوت، اهم حاجة ايه؟ هيدفعوا ايه ده؟ دي اصمت بس يا شباب، عشان انا بحاول افهم، انا بحاول افهم دلوقتي يعني، ضربنا ذخيره ممكن يكونوا بيحاربوا بها في اوكرانيا دلوقتي، ذخيره بعدد شعر راس، اولا وصان اديته تفاحه، والتفاحه دي واقفه عليا بدرهم ونص تمام، في الاول وفي الاخر ادوني 9 درهم، يعني انا رحت جبت الواجن دي ب9 دولار، حسبي الله ونعم الوكيل. انا مش هتكلم، انا سلمت امري لله، مش هتكلم كتير. يا روك ستار اكيد انتوا سامعيني وعارفين انا بقولوا ايه، اللي بيحصل في اللعبه ده يا جماعه الخير ما يرضيش ربنا. ده انتوا الذخيره بتحسبوها علينا بالشيء الفلاني، وافشل افشل ذخيره يعني، ذخيره فاشله فاشله، تضرب كده تضربه هيد شوت 3 4 مرات في دماغه ترد فيك انت، سبحان الله. تعال يا عم الحصان، تعال تعال، خلينا نروح يا شباب، يلا على مهمة جاية،
$9 بقى معايا $28. حلو حلو، خلينا نروح لمهمة تانية يا شباب ونرجع لكم على طول ونشوف. ما الواحد برضو ما بيتقرش من ايده مرتين، لا بيساعد بينقرص من ايده مرتين ساعات. هي الشقف رجعنا الاول، واحد تاني واحد اهو. قبل ما اجيلك بس حاجة كده، اما نشوف الفنس. استنى بس هجيلك يابا، ما ترغيش كتير، هجيلك اصبر، ما تعصبونيش يا جدعان، انا معصب خلق. هنشوف هبيع ايه. استنى، هو في حاجة تنباع؟ النبي ما عندي حاجة تنباع، ده انا حزين. تشتري؟ تشتري حصان بتاعي؟ ببيع الحصان ده اللي عيلتي يعني. تشتري حصان يا باشا؟ اقول لك ايه طيب. والله حصان اهو، 4 سلندر اهو. ايه ده؟ هات اللي، هات الجبنة دي، هات هات اي حاجة مرمية في الطريق هات. والله انا دمعت قسما بالله. يلا يلا مش مشكلة. اهلا اخوي، انت مش هوزيه؟ لا مش ده اسمه، والله هو شكله الواد اللي كنا بنلعب بيه اسمه تشيرلوني. ايوه تشيرلوني يا ابن الكلب. فين العصابة؟ لا ولا انت هتتجنن ولا ايه؟ استغفر ربك كده واهدى. لا 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 معلم، معلم ساحر، تشيرلوني ساحر. اوكي I don't know what I am. That's the problem. But I need your help. It's perfectly legal. Well, ماشي. شوف بس انت عايز ايه واحنا تحت امرك. والله انا دمعت يا شباب، والله دمعت من الضحك. هعمل ايه طيب؟ تعالى فين حصان العدن؟ انت بتاكل ايه بس دلوقتي؟ بتاكل من خشاش الارض؟ هجيب لك انا تفاح وهظبطك، اصبر عليا. يلا خلينا نخلص المهمة دي. بئسا للقوم الكافرون. يلا يا عم. تعب الهوى قلبي والحلو مش داري والامتهن خبي وحصاني مش لاقي ياكل، حصاني مش لاقي ياكل. دي فاكتس، دي حقيقة، دي حقايق، انا بقول لكم حقايق. المفروض روك ستار دي يخلي عندهم دم ويجيبوا حتى بيعم على الاقل ما فيها خالص. انت عارف اقل ما فيها ايه؟ اقل ما فيها مثلا انت كروك ستار وعملت اللعبه دي اونلاين، يا عم نزل الاحصنه العربيه في اماكنها، تراسبن في اماكنها من غير ما ندفع فلوس. احنا كنا بنجيبها في طرق قصه فري. يلا اهم حاجه يبقى هنا في ضرب نار وهيبقى مذبحه، وانا مش عارف بقى ايه الرصاص اللي معايا ده هيكفي ولا مش هيكفي. اهو الرجاله بصوا واقفه مستعدين ازاي. المفروض ان احنا هنروح نسرق الحصان. هات يا ابن البنادق. ايوه اهم حاجه خش جوه، استخبى جوه عشان ايه. ايوه انا مستخبين بس جوه يا ابني. انتوا بتلعبوا بشوت جن وانا بلعب برايفل تعبانه. الرابتر بنت الكلب دي تعبانه. تعالوا خشوا لي اهو، شوف انت هتموتي ولا ايه؟ قومي قومي قومي. فين فين نازلين نازلين؟ يا نهار ابيض، يعني ده لو بيحاربوا بالبلازوكا مش هيعملوا فيها اللي بيتعمل ده. اجري اجري، اخرجي بره بقى كده. تعال تعال، انتوا فين يا ولاد الكلب؟ تعال خد يلا. يلا
خش بقى هات الحصان. فين الحدوه بتاع الحصان دي؟ اهو الحصان اهو. بس اهدى اهدى اهدى، يلا يا بطل. ده بغل يا عم، ده بغل، ده بغل مش حصان يا جدعان، انتوا بتشتغلوني والله يا جدعان. بغل اهو، بغل مش حصان ده. تعالى يا مسعد، تعالى الله يحرقك. ده البغل احسن من حصاني. يلا، وبعد معركة دامية وبعد خسارة دم كتير قررنا نحن بودي تريكس ان احنا نودي الحصان بقى نسلمه لايه، للناس اللي بتوع، بس ياك يكون في فلوس حلوة يعني. لازم يا اخويا قوي كل حاجة قوي لازم ياك ادونا فلوس حلوة. خير، اللهم اجعله خير. ايوه، $10. ماشي، مش مشكلة، رغم ان انا قتل اكتر من 10 يعني. لو انتوا بتحسبوها بقى على كل الرص اللي انا قتلها دي دولار، انا قتل اكتر من 10 اشخاص. يلا، ولسه معاكم طبعا يا شباب، وفي مهمة تانية خلينا نشوفها كده قريبة مننا ولا ايه. اهم حاجة انا عايز ايه، عايز الم مصاري بقدر الامكان. ايه دي؟ خلينا نروح لبتاع البيزنس دوت، يمكن بيدوا فلوس كويسة، حد عارف؟ يلا يا عم اطلع. فين ده يا الراجل؟ ايه الشقف، ايه الشقف، ايه الشقف، ايه الشقف ده؟ هي تاخدك حصان جاب لي العلة. مالك؟ لا مش هقتلك، انا عايز شغل. Listen. Kidnapping ain't nothing nice. We all know that. But no risk talking lies about business associates. ماشي، بعدين. I'm an honest to goodness businessman. يا ما باين واضح على وشك. If I could just get ahead. Listen. This situation it'll help me get ahead and it'll help you as they'll pay you. Okay. This fella right here. Jackson James. Jackson James. فين بقى جاكسون جيمس؟ Take him. And if he's traveling with anyone, take them too. Okay. A bunch of money. And it might calm him down a little and teach him some manners. Good. ماشي. That's what I like to see. فيها فلوس حلوة يعني؟ لو فيها فلوس حلوة هروح. Gun for hire. ماشي. يلا يا نجم النجوم. هات لي كده بقى الايه، الريفولفر دوت، شحمه كده ولحمه، ويلا بينا ننطلق. هنغير على الكوتش اللي ماشي هناك ديت، الحنطور. انا هقعد اتكلم انجليزي، اسمه الحنطور. ها، هنروح نغير على الحنطور ونقتل الراجل اللي فيه، او نجيبه مكبلا بالاحبال. الخنازير في كل حته. ايش شو انت بتعمل ايه؟ ها يلا لا يلا لا يلا لا، انتوا سواقين ولا شغالين تمليه ولا حكيتكوا ايه؟ امشي يلا، انزل يا ابن الكلاب. اضرب يلا، هات اضرب يا بيت، خد يلا. يلا اخلع انت بقى من هنا، اخلع انت من هنا بقى، اخلع انت من هنا. الدورية جايين. يلا عوضنا على الله، عوضنا على الله.
انا مش عارف، هو كان المفروض ان انا ما اقتلوش ولا ايه؟ ما جاليش ولا درهم ولا نيكلة. يلا من ضمن المهمات اللي الواحد ما بيحبش يروحها. ما دفعوليش ولا شيء والله، هم ال $38 اللي معاهم. وبعدين بقى خلينا اروح لمكان الكنز بقى وخلاص، وراح دماغي فين. انا محدده هنا على الخريطة. طب يا شباب خليكم معانا. طبعا خلصت كام مهمة كده على الجنب، واخر اخر مهمة زي ما انتوا شفتوا اتنصب عليا، ما ادانوش فلوس، فهروح دلوقتي لمكان الكنز عشان ندور عليه. خليكم معانا وما تروحوش بعيد، يلا بينا. رجعنا تاني يا شباب، هنا اهوت عند مكان الكنز كده، اما نشوف بقى ايه بندور عليه هنا بقى في المنطقة هنا دي كده. خليني اطلع الخريطة كده واشوفه فين داهية، فين الكنز واللينز. هنا كده، هنا اهو. ممكن يكون هو تحت تحت الكوبري ده، ممكن في منزل نعرف ننزل تحت. دور كده يا باشا كده، يمكن مفيش. كله على كله. المهم يعني الكنز ده هيطلع في الاخر ايه يعني؟ خلينا ننزل تحت هنزل تحت الكوبري بتاع القطر ده، يمكن الشقف الشقف بالراحة. على مهلك، على اقل من مهلك، على اقل من مهلك، ده احنا معالجينا. هو هنا كده في الحتة دي كده. سيب بقى ام الحصان ده كده عشان هنا نشوف رزقنا ونشوف شغلنا. فين وفين 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 الكنز؟ وين الكنز؟ هو شكله في الحتت اللي هي فوق دي، يعني شكله فوق في الحتت اللي فوق دي. اطلعي 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 اطلعي، ما انا مأكلك ومظبطك، ولا هتطلع ولا هتتنيل على عينيها. يا جدعان ما تسهلوا علينا الموضوع يا اخوانا، يعني الكنز والزفت نقعد ندور بقى ونلف حوالين نفسنا. ما تقولوا لنا على مكان الكنز على طول، مش عارف هنقعد بقى نلف وندور. يا اخويا الوجع القلب اللي احنا فيه ده، مش فاهم والله وجع قلب. والله يا شباب انا تعبت تعبت، دورت المنطقه كامل، ده اخر مكان المفروض ان نلاقي فيه الكنز. في حاجه هناك اهي، يا رب تكون هي، يا رب تكون هي، يا رب يكون هو الكنز ده. والله مت يا جدعان، والله مت. شوف انا اصلا ما اشوف الصحه ما بقاش فيه. اخيرا ده انت عذبتني يا راجل، والله عذبتني. طب ايه؟ يلا اخيرا اخيرا. هات سبيك الذهب دي ولا ايه؟ لا تعليق، والله لا تعليق. يعني الدوخه دي كلها، دخل الدوخه دي كلها، وفي الاخر على شويه مش عارف ايه. حسبي الله ونعم الوكيل. يلا والله بص بصوا بصوا بص، وقعت كذا مره من فوق ومت. يلا حصل خير حصل خير حصل خير حصل خير. طبعا زي ما انتم شايفين كده يا شباب، زي ما انتم شفتوا كده، لقينا الكنز طبعا بعد معاناه، والله معاناه. وزي ما انتم شفتوا كده في كذا مهمه عملناها النهارده عشان نجمع فلوس. اليوم جمعنا حوالي $116. ان شاء الله نشوفكم في فيديو جديد، لان الفيديو اليوم ده هيبقى طويل جدا، فحبيت ان هو يبقى يكون قصير. فان شاء الله نشوفكم في فيديو جديد.
ما تنسوش دعم القناة بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وإن شاء الله نشوفكم على ألف خير، وسلام عليكم.